ونستأذن حضراتكم في استقبال هذا الاتصال من أم يوسف. تفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم. عليكم ازيك يا السلام شيخ؟ ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله يا شيخ. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل بس على، أنا مشغلة فلوس مع سيلشي. مشغلة فلوس مع إيه؟ مع سيلشي أخو جوزي يعني. آه. يعني باخد منه شهرية يعني، بس احنا مش بنحدد الشهرية يعني، هو أنا ما اديت الفلوس قلت له اديني رزق عليهم. تمام. بس مش بنتحاسب بقى يعني ايه اللي خسر وايه اللي كسب، هو بيديني كل شهر 1000 1100 1200 900 مش محدد لي شهريه. تمام. فهل دي ساعه حرمانيه ولا ايه؟ شكرا يا ام يوسف. حاضر. شكرا يا ام يوسف. ماشي يا ام يوسف. ام يوسف بتسال عن ان هي معها بعض المال ومشغله مع قريب لها وتاخذ منه نسبة من الأرباح في كل شهر. معذرة، في بعض يعني الأسئلة بيكون فيها تفاصيل لا يتسع المجال لذكرها، يعني عشان في مسائل الطلاق مثلا وفي مسائل مثل هذه الأمور الأموال وفيها أخذ ورد ودفع وقبض والتفاصيل لم تذكر، فأنصح في مثل هذه النوع من الأسئلة أن نتوجه إلى جهة رسمية للإفتاء كدار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. المجال لا يتسع لتفصيل المسألة في هذه الحلقة، فأشكر أم يوسف وأنصحها بأن تتوجه إلى لجنة الفتوى في الأزهر أو دار الإفتاء. والأزهر الشريف مخصص في كل منطقة حتى يسهل الأمور على الناس في كل منطقة أو في كل محافظة لجنة للفتوى، يعني لن يصعب على أحد مهما بعدت مسافته أن يتوجه للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فيسأل ويطمئن قلبه لفتوى رسمية إن شاء الله ومعتمدة. وجزاكم الله خيرا يا أم يوسف.